السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتدور على حاجة ممكن تكتبها، بتدور مثلا على شكل وردة بتاع، طب بقدر انت شفت حاجة في الشارع بس مش عارف ايه الحاجة ديت، ففي تطبيق اسمه لينس بتدوس عليه، ممكن اي صورة عندك يبدأ هو يعمل سيرش عليها ويجيب لك معلومات عنها، او ممكن مثلا صورة دي مثلا لعبة انا مش عارف اللعبة دي ايه، فبقول له خد لي الصورة دي فبيبدأ يجيبها لي بالشكل دوت، فانا عرفت ان ده روبن ويجيب لي صور ليه بيعمل سيرش عليه. طول ما انا ماشي لو في اي حاجه انا مش عارفها مش فاهم ايه ديت بعمل سيرش عليها، ممكن حتى تعمل ترانسليت، ممكن تكتب تكست هو يعمل سيرش، ممكن تعمل سيرش من خلال صوره، اي صوره مثلا وليكن مثلا الكيبورد مثلا، ممكن تخليه هو يصور لك الكيبورد ويعمل سيرش عليه، او حتى ممكن حاجه على الكمبيوتر هو يعمل سيرش عليها ويجيبها لك، ممكن مثلا ماوس، ممكن اي لعبه مثلا، مثلا مكعبات اهيت تمام، فهو بيبدأ يعمل سيرش على اي لعبة موجودة عندك تمام، جاب لي ان دي اشكال ليها، فتقدر تعمل تدخل على اي صفحة فيها وتقرا فيها. فلو انت ماشي لقيت مبنى شكله غريب مثلا، فبتروح مدي صورة للمبنى، هو يدور في كل الصور، مش محتاج ان انت تعرف اسم المبنى عشان تعمل سيرش عليه، ممكن تعمل سيرش من خلال الصورة دي. الميزة في البرنامج دوت.